ومن موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز الصحف والمواقع الإلكترونية التي صدرت في تاريخ اليوم، والبداية مع صحيفة النهار وعنونت الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى تطلق اليوم، محادثات لتمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل. دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس والتي أتاحت الإفراج عن رهائن إسرائيليين وأجانب وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة يومها الرابع والأخير اليوم الاثنين وسط محادثات جارية لتمديدها. وقالت حماس في بيان ليلة الأحد الاثنين أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة بهدف زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة. وقال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس بريس الأحد إن الحركة أبلغت وسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام، وتم الاتفاق بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، ودخل حيز التنفيذ الجمعة ونص على هدنة من أربعة أيام يفرج من خلالها عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. منذ الجمعة أطلق 39 رهينة بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 أسيرا فلسطينيا. ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج الحركة الفلسطينية عن 10 رهائن إضافيين كل يوم في مقابل إطلاق مزيد من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. والآن ننتقل إلى صحيفة اللواء حيث عنونت سيناريو أمريكي بنسخة إيرانية. في الوقت الذي كان فيه المستشار الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين يشدد في تل أبيب على وقف التصعيد مع لبنان وعلى أن تشمل الهدنة الحدود الشمالية أيضا، كان وزير خارجية إيران حسين الأمير عبداللهيان يصل بيروت في زيارة مفاجئة ليعلن تأييد إيران لاتفاقية الهدنة في غزة والتي يجب أن تشمل الحدود اللبنانية، الأمر الذي أكد مرة أخرى التلاقي الأمريكي الإيراني على عدم توسيع رقعة الحرب في المنطقة رغم محاولات نتنياهو لإشعال الجبهة في لبنان ويستطيع إنقاذ مستقبله السياسي الذي سرعت عملية طوفان الأقصى والحرب في غزة من نهايته الحتمية. وعلى سيرة التلاقي غير المباشر بين واشنطن وطهران وفي المفاوضات المستمرة في سلطنة عمان، فقد وصلت معلومات إلى بيروت عن تفاهمات عربية إقليمية دولية من خلال دول الخماسية في أيلول الماضي، وإيران ليست بعيدة عنها تقضي بتسريع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ متطلبات الإصلاحات الضرورية ووضع البلاد على سكة الإنقاذ. والآن ننتقل إلى موقع أساس ميديا. رئاسة بعد الهدنة المفتاح بيد الحزب. تستبعد أوساط مطلعة أن يقود استئناف الحراك الفرنسي والقطري باتجاه لبنان إلى إحداث خرق جدي في جدار الأزمة الرئاسية، سيما أن مراحل الهدنة المؤقتة في غزة واختبار الالتزام بأجندتها وتأثيرهما على الداخل اللبناني تفرض إيقاعا يشوبه الغموض التام حيال عناوين مرحلة ما بعد حرب غزة. بتأكيد مصدر مطلع، لا تصنف زيارة الموفد القطري جاسم بن فهد الثاني الأسبوع الماضي إلى بيروت ضمن إطار كسر ستاتيكو المراوحة السلبية على مستوى الملف الرئاسي بقدر إعادة وصل من قطع خلال مرحلة وجود أبي فهد في لبنان بعدما اضطر الأخير إلى مغادرة بيروت بعد أيام قليلة من اندلاع حرب غزة وتوقف مسارات التفتيش عن حل لأزمة انتخاب رئيس للجمهورية. لكن المصدر نفسه يشير إلى أن لقاءات الموفد القطري المحدودة في الأيام الماضية والتي غلفتها السرية قد تمهد مجددا لزيارة المؤجلة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي بوصفه الوسيط المعتمد لفك عقدة التوافق على الخيار الثالث بغطاء كامل من اللجنة الخماسية. وفي 30 تشرين الأول الماضي كشف موقع أساس عن محاولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته الدوحة تنشيط الدخول القطري على خط الأزمة الرئاسية وأزمة قيادة الجيش معا، وقد
استتبعت فعلا بزيارة جاسم بن فهد الثاني وعقده لقاءات مع ميقات وعدد من السياسيين بمن فيهم قيادي في الحزب. لكن مصادر عليمة تجزم لموقع أساس صعوبة التسويق راهنا لأي حل رئاسي، سيما أن الحزب لم يقل كلمته في القفز باتجاه خيار المرشح الثالث، وهو ما يعني عندها طي ورقة سليمان فرنجي حتما، ولأن الضغط الخارجي خصوصا الأمريكي والفرنسي والقطري والمصري يتركز أكثر باتجاه إعادة الأمور على الجبهة الجنوبية إلى ما قبل 27 الأول، تمهيدا للتفاوض مجددا انطلاقا من نتائج ما بعد حرب غزة، مع وجود تخوف جدي من محاولة بنيامين نتنياهو تصفية حساباته مع الحزب كآخر فرصة متاحة له لاستثمارها في الداخل الإسرائيلي. والآن ننتقل إلى صحيفة الجمهورية. لودريان غدا في لبنان أعد ملفا وهذا ما يسعى له. يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مساء غد في زيارة تدوم إلى الجمعة المقبل، ويلتقي خلالها عددا من المسؤولين الرسميين ورؤساء الكتل النيابية في محاولة لإحياء الحوار حول طروحاته السابقة في شأن الاستحقاق الرئاسي. وقالت مصادر دبلوماسية للجمهورية أن لودريان أعد ملفا موثقا يحصي فيه مواقف القوى اللبنانية مما قالت به المبادرة الفرنسية داعية إلى حوار بين اللبنانيين توصلا إلى التفاهم على خوض العملية الانتخابية في ظل ترشيحات متعددة بعدما تراجع الجانب الفرنسي عن المعادلة السابقة التي قالت بطرح موضوعي رئيس للجمهورية والحكومة سلة واحدة، معتبرا أن تعطيلها لا يقع على مسؤولية الجانب الفرنسي، إنما هذا هو قرار أكثرية القوى اللبنانية، مؤكدا أن ما قاله أكثر من مسؤول فرنسي بأنه ليس مجلس النواب الفرنسي هو من ينتخب رئيسا للجمهورية. ولفتت المصادر إلى أن لودريان متيقن من أن الأجوبة التي نالها على أسئلته التي طرحها على النواب منتصف آب الماضي ما زالت صالحة للمناقشة، وهي كانت وستبقى بما تحدثت عنه الإصلاحات المخرج للبنان من مسلسل أزماته، وأن التفاهم في شأنه ورسم خريطة للطريق إلى تنفيذها يستلزمان انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية قبل القيام بأي خطوة أخرى. ولذلك فهو يسعى من أجل تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي بعد جمود مستمر منذ تشرين الثاني 2022. والآن ننتقل إلى ضيف الصحف، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم مباشرة المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ نبيه عواضة. صباح الخير أستاذ نبيه. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. استاذ نبيه، بداية، يعني تم تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر في شمال غزة، ما معنى ذلك؟ يعني أولا هذا انتصار مهم وتسجيل بالنقاط لصالح المقاومة، أن عملية التبادل حصلت، عملية تسليم المحتجزين لدى المقاومة، سلموا في ساحة فلسطين في وسط مدينة غزة، وبالتأكيد يعني الكل يعلم أن مدينة غزة اليوم محاصرة ولا تبعد قوات الاحتلال الإسرائيلي عن النقطة التي جرى تسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر الدولي بضعة مئات من الأمتار، وبالتالي هذا يدحض بشكل كبير الرواية الإسرائيلية التي تحدثت منذ اللحظات الأولى عن أن المقاومة وجه إليها ضربة قوية وأنها فقدت السيطرة والقيادة على منطقة شمال قطاع غزة، وهذا بحد ذاته يعني يمكن اعتباره انتصارا معنويا جدا وانتصارا عسكريا ايضا له علاقه بتسجيل نقاط صالح المقاومه، وان كل ما روي من الحديث الاسرائيلي عن ان هناك قدره على فرض المعادلات الجديده بالنسبه للاحتلال سقطت عمليا مع هذا المشهد الكبير. اضافه الى ذلك هي الطريقه التي تعاملت بها المقاومه مع المحتجزين، وايضا بهذا الامر هناك رسالتان، الرساله الاولى الى الداخل الاسرائيلي واظهار ان المقاومه فعلا لم تكن بتعاملها وفق المعايير الانسانيه والاعتبارات الانسانيه. وهو بحد ذاته انجازا مهما لصالح المقاومه، اضافه الى ذلك هناك ايضا يعني ايضاح للصوره الكبيره والتي تتعلق بالراي العام الدولي الذي يعني سعى منذ اللحظه الاولى حاول الكيان
الترويج لأن ما مارسته المقاومة في 7 أكتوبر هو يعني تعدي على حقوق الإنسان وأن الأسرى يعانون ما يعانون، لتتبين الأمور بعكس ذلك كليا. أولا لا توجد وثيقة واحدة أو صورة واحدة تثبت أن المقاومة مارست التعديات أو تجاوزت فيها المعايير والاعتبارات في حالات القتال، وأيضا في النسبة للتعامل، وشاهدنا كيف أن بعض المحتجزين للمقاومة قاموا بإلقاء التحية والتسليم على المقاومة بخلاف الصورة الأخرى المختلفة جذريا ونوعيا والتي تتعلق بالإفراج عن الأسرى والأسيرات من السجون والمعتقلات الإسرائيلية. واضح جدا أن الأسرى الذين جرى التضييق عليهم في داخل السجون الإسرائيلية وفرض عليهم إمضاء القرارات التي تتعلق بمنعهم من يعني التعبير عن نفسهم بالوسائل الإعلام، هناك عملية تضييق كبيرة جدا حصلت عليهم، إضافة إلى ذلك منعوا من الاحتفال، منعوا من القيام بأبسط مظاهر الفرح، وحتى أنه جرى اعتقال 2 من الأسرى المحررين حديثا، وهي مسألة أيضا يعني تسجل باعتبارها خرقا من الخروقات التي أقدم عليها الإسرائيلي، إضافة إلى الخروقات التي يعني تمثلت بمدد الإفراج عن الأسرى الذين أفرج عنهم، البعض منهم لم يمض عدة أيام على اعتقالهم، وهذا الأمر اعتبرته المقاومة بمثابة انتهاك للمعايير، وبالتالي أخرت من عملية التبادل بالأمس. اليوم يعني مع اكتمال العقد يمكن القول أنه أصبح اليوم عدد الأسرى الذين نالوا حريتهم 117 أسيرا، بانتظار المساء ليكتمل العدد ويصبح الرقم 150 مع الإفراج عن 33 أسيرا مقابل الإفراج عن 11 محتجز لدى المقاومة، و8 منهم نساء و3 منهم دون سن 18 أو أطفال. هذا الأمر بحد ذاته يعني يثبت إنجازا مهما جدا لصالح المقاومة، أنها طالبت بالإفراج عن 150 أسيرا وأسيرة من داخل السجون مقابل الإفراج عن 50 محتجزا لديها، وهذا بحد ذاته يعني يمكن اعتباره إنجازا جديدا يسجل لصالح المقاومة، ويعني يثبت أن كل ما فعله الاحتلال في عملية التدمير الواسعة التي أطلقها على قطاع غزة بنيت بالفشل. طيب أستاذ نبيه، يعني السؤال اللي عم ينسأل كثير، ماذا بعد الهدنة؟ هل رح يرجعوا يمددوا وحيتخلص الهدنة ورح ترجع الحرب؟ يعني كل التقديرات الإعلامية حتى الإسرائيلية نفسها، يعني كما هو معلوم أنه بالأمس عقد اجتماع مطول لمجلس إدارة الحرب والكابينة الإسرائيلية، وانصب الأمر كله على مسألة واحدة تتعلق بمسألة واحدة وهي الإفراج عن التمديد المهلة الزمنية، وهي عمليا حصلت يعني من الناحية الإعلامية هناك حديث عن موافقة قيادة المقاومة على إجراء تمديد المهلة وتمديد الهدنة، والأمر الذي استدعى كما في المرحلة الأولى يعني استدعى اجتماعا عاجلا لمجلس إدارة الحرب للموافقة على الاقتراح المقدم اليوم من قبل القيادة المقاومة. يعني الحديث يدور عن تمديد أولي لمهلة يومين لمدة يومين، ومن ثم التمديد ليومين إضافيين. الحديث يدور عن حوالي 40 محتجزا لدى المقاومة يمكن مبادلتهم بأسرى، وبالتالي زيادة العدد إلى ما فوق 150 أسيرا. أستاذ نبيه، يعني بصفتك خبير محلف بسجون الاحتلال من بعد ما أمضيت عدة سنوات بسجن عسقلان، كيف تقيم مسار تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية حاليا؟ يعني كل في الحقيقة يعني هناك الكثير من الصور تتداخل في اللحظة بين ما هو شخصي وما هو وطني. يعني على المستوى الشخصي أن نرى نعود ونشاهد بعد كل هذا الدمار الكبير الذي حصل في قطاع غزة والآلاف من الشهداء الذين سقطوا والجرحى، عملية تدمير كبيرة حصلت لقطاع غزة، تعود المقاومة وتنتصر وتجبر العدو على الإذعان للإفراج عن الأسرى من داخل السجون والمعتقلات. يعني شاهدنا بالأمس العديد من الأطفال منهم دون سن 18 الذين تم الإفراج عنهم وكانوا يروون حجم الانتهاكات والقمع الذي مارسه بحقهم بنجافي
الأمير وإدارته وإدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، وكيف أنه كان هناك تقييدا كبيرا على حرية الأسرى بداخل المعتقل، إضافة إلى سحب الكثير من الإنجازات التي تراكمت خلال سنوات الاعتقال الطويلة، وهو الأمر الذي يدفع باتجاه ضغط ناقوس الخطر حول مصير بقية الأسرى، وعددهم اليوم يتجاوز 8000 أسير بداخل السجون، منهم من أمضى أكثر من 35 عاما بداخل المعتقل، يعانون ما يعانون من هذه السياسة الكيدية القمعية العنصرية النازية أيضا التي يقوم بها بن جبير وجيشه ضد الأسرى العزل. هذا بحد ذاته يعني يدفع باتجاه رفع الصوت عاليا. مشاهد الفرح التي شاهدناها وتحديدا في مدينة القدس، مدينة القدس التي يحاول الاحتلال منذ مدة محو ملامحها الفلسطينية، يريد إزالة تراثها الفلسطيني، يريد تحويلها إلى مدينة إسرائيلية بالكامل، يهودية بالكامل. تمكن بالأمس الفلسطيني بفضل المقاومة من رفع مرة ثانية علم فلسطين في البلدات، في البلدة القديمة، وإضافة إلى مناطق المحاذية للقدس، وهي مناطق قلنديا، مناطق سرباهر، منطقة سلوان، والتي تشهد دائما عمليات انتفاضة، إضافة إلى مشهد له علاقة أيضا بالضفة الغربية، الضفة التي اليوم تشهد عملية اعتداء واسع، عدوان واسع يشنه الجيش الاحتلال على الضفة الغربية، تتمثل بالجرف والتدمير والقتل والاعتقال. يعني عدد المعتقلين الذين منذ 7 أكتوبر إلى الآن تجاوز 3500 أسير من الضفة الغربية، وهو رقم كبير جدا لم نعهده من قبل. لتأتي مظاهر الفرح بانتصار الأسرى والأسيرات، خروجهن من المعتقل مرفوعي الرأس، يعني فقط للإشارة، بن جفير كان في أحد الاجتماعات يتحدث عن أنه كل ما يخشى أن تخرج الأسيرات والأسرى من السجون وهم يرفعن بأيديهن إشارة النصر. اليوم هذا الأمر تحقق رغما عن بن جفير وسياسة حكومة نتنياهو، خرجوا الأسرى من داخل السجن يرفعون إشارة النصر، يحملون علم فلسطين ويهتفون لمحمد ضيف ويحيى سنوار. استاذ نبيه، السؤال الأخير، برأيك ما المصير الذي ينتظر نتنياهو؟ لم أسمع السؤال، عفوا. ما المصير الذي ينتظر نتنياهو؟ يعني هناك عدة إشارات من تل أبيب، من داخل الليكود نفسه هناك صيغة مطروحة بأن يتم عزل نتنياهو من داخل حزب الليكود وانتخاب شخصية ثانية بديلا عنه. هناك صيغة أخرى مطروحة أيضا بداخل حزب الليكود تتعلق ب يعني إعادة استنساخ تجربة حزب كديبة الذي خرج أيضا من رحم حزب الليكود وتشكل يومها حزب جديد وخاض انتخابات الكنيسة وتمكن من الفوز. هناك أيضا صيغة مطروحة أن يعني يتم الدعوة بعد انتهاء الحرب إلى انتخابات مبكرة يتم فيها محاسبة نتنياهو من خلال صناديق الاقتراع التي بدأنا نسمع يعني لوائل الاستطلاعات الرأي لأكثر من جهة بداخل الكيان. يعني صحيفة معرف أجرت استطلاعا للرأي ليس بعيدا عن الاستطلاع التي أجرته أيضا إذاعة أحرانوت وقناة 13 العبرية، وكلهم أجمعوا على أن البصير السياسي لنتنياهو في صناديق الاقتراع قد وصل إلى الحضيض، وبالتالي مني بهزيمة معنوية كبيرة جدا، قبل الحديث عن تشكيل لجنة التحقيق التي حكما سوف تدفع باتجاه البحث في الهزائم. أولا على المستوى الإسرائيلي هناك حديث عن أن الجيش لم يستطع حماية المستوطنين وهذه مسألة مهمة جدا. كذلك الأمر الجيش لم يستطع عودة الذين احتجزتهم المقاومة، وأيضا هذا مسألة تسجل على نتنياهو وعلى إدارته لهذه المعركة. المصير السياسي لنتنياهو أصبح اليوم يعني يمكن القول في وضع صعب جدا، ميؤوس منه، وما ينتظره على صعيد لجنة التحقيق وعلى صعيد الإقصاء السياسي. وحتى أن بعض المصادر المقربة كما نقل الإعلام الإسرائيلي المقربة من نتنياهو يتحدث عن أنه يريد الخروج بماء وجه، قد تكون واحدة منهم من هذه المسائل هي عملية صفقة التبادل أو إجراء تبادل أسرى. ونلاحظ التغير الكثير في المفردات التي كان يستخدمها نتنياهو. في البداية كان يقول لن تنتهي هذه الحرب
الحرب دون إزالة حماس من الوجود، لن تنتهي هذه الحرب دون محو قطاع غزة من الخارطة. اليوم يتحدث بثلاثة مسائل، يتحدث عن تدمير قدرات حماس، يتحدث عن إعادة المخطوفين والأسرى بالتأكيد كما هو يعني حصل قبل يومين خلال الأربعة أيام الماضية عن طريق التبادل، وبالتالي هذا أيضا إذعان لشروط المقاومة. والمسألة الثالثة هي البحث عن ضمانات أمنية تتعلق بعدم تكرار الذي حصل في 7 أكتوبر، يعني النزول عن الشجرة من المحو والصحك والمسح والهدد إلى البحث عن ضمانات أمنية، مشهد يتكرر كما تكرر في العام 2014 وأيضا كما تكرر في العام 2006 عند العدوان على لبنان. نعم، المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ نبيه عوض، شكرا لك.